حزب حافظ على المكانة ديالو برغم من الظروف التي كانت محيطة بأجواء الانتخابات، إلا أن لا يهم أن يخرج منها حزب الاستقرار متصدرا أو شيء من هذا القبيل، بقدر ما أنه يخرج منها بذات قوية بمؤسساتها، يعني تفرز واحد يعني كتلة انتخابية منسجمة، وهو ما جسدته صناديق الاقتراع من خلال تبوؤ ثلاث أحزاب قوية لها مكانتها ورصيدها التاريخي والنضالي في البلاد، مما مكن أنه باش تشكل الحكومة في أسرع وقت وكذلك يعني بأقل عدد من الأعضاء ديال الحكومة، مما كذلك مكنها باش أنه تعقد يعني دير واحد البرنامج اللي من طبيعة الحال لا شك أنه راعى بشكل كبير الظروف اللي مرتها منها البلاد وكذلك الظروف الدولية المحيطة، خصوصا بعد كورونا واليوم تداعيات ديال الحرب الأوكرانية الروسية وما لها من تبعات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. هذا موضوع اللي التدابير الحكومية وكذلك الحزب باش نوجد من داخل الحكومة على أساس أنه لمواجهة هذه التحديات. غادي نستمعوا في مقتطفات من كلمات السادة والسيدة النائبة وكذلك في الكلمات التوجيهية ديال المنسق الجهوي السعد الصمد القيوع وعضو اللجنة الفيدية الذي يترأس له أشغال هذه الدورة. طبعا ما يهمنا في الإقليم أننا كذلك يعني تبعات ديال التحولات الاقتصادية وكذلك الاجتماعية والبرنامج الحكومي، كما تعرفوا أنه الحوض اللي تتصرف فيه هذه السياسات العمومية وهذه التدابير وهذه الإجراءات وهذه كذلك هذه التبعات هو الوحدات الترابية من أحياء من ضواوير من جماعات من إقليم. ولذلك هذا الشعار اللي أطار نقاش وسائل مدادا علاش ضرورة تختار هذا الشعار هذا وشنو أسباب النزول ديالو، هو فقط نحن صرفنا واقتبسنا المرجعية اللي تتحكمنا جميعا وهي الدستور. فالمشاركة المواطنة هي أحد ركائز الدستور المغربي أو النظام الدستوري المغربي. الفصل 12 كذلك يتحدث عن المشاركة وإشراك المجتمع المدني من أجل أنه يوضع السياسات العمومية، يساهم في وضع السياسات العمومية الترابية أو الوطنية والتقييم ديالها والتتبع ديالها. بالإضافة كذلك أن الفصل 13 كذلك يتحدث أن السلطات العمومية هي في حد ذاتها خصها تدير هيئات أو تدير يعني وسائل ديال التشاور مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل وضع السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها والمساهمة كذلك في تنفيذها. بالإضافة كذلك أن الفصل 136 من الدستور يتحدث أنه يجب على السلطات العمومية وعلى المؤسسات المنتخبة، بمعنى أنه هنا يتحدث السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة أنها تأمل المشاركة ديال المواطنين في تحقيق تنمية بشرية مستدامة. إذن غير باش الناس اللي متبعين مزيان حتى لما العنوان أو الشعار مطاش النقاش يعني ما عندوش غير ما تيفرقوش شنو هي السلطات العمومية. ومن طبيعة الحال أثناء يعني الكوفيد كل شيء كان يعني متحسن أنه يعاون السلطات العمومية باش يتجاوزوا الآثار، سواء في التوعية في التحسيس في التصريف، يعني كل القرارات اللي تتصدر من طرف الجهاز الحكومي. والسلطات العمومية اللي معني بها إقليميا هما الناس ديال الصحة، هما الناس ديال التعليم، هما الناس ديال التجهيز، لأنه عندنا
المندوبية ديال التجهيز شفتو كاين سكان وغيرها من المؤسسات الاخرى اللي تتنفذ سياسات معينه في الفلاحه او لا في الصحه او لا في التعليم. فين غننفذها؟ مانيش نفذها في السماء، غادي نفذها على المستوى كما قلت الدوار او الحي او الجماعه او الاقليم. ولذلك اليوم اكثر من السنوات الماضيه هو اننا يعني مشاركين في تدبير الشان العام الشان العام الوطني، بالاضافه اننا ندبر كذلك الشان العام الترابي. لذلك ماشي بخاطرنا اننا ما نساهموش في الدعم للمجهودات، لانه ما نشوفوش في البرنامج غنكونوا نشوفوا فيه على مستوى انه راه تقرا في البرلمان او هنا الانتقاد، ولكن راه هذاك الشيء كله تينزل الى الوحده الاقارب يعني القريبه للمواطنين من حي من دوار من جامعه من اقليم. لذلك نحن لا نخجل، لانه حنا عارفين شنو تنقولوا، تنعرفوا منين تنختلفوا داكشي اللي تنقولوا حتى المفاهيم اللي تنقولوا. ولذلك حنا غادي ندعموا الجهود ديال الدوله ديالنا، لانه اليوم حنا في مركب واحد كما كنا في مركب واحد في الكورونا، وكان مصير ديال العالم كله، المصير ديال المغاربه كله، يعني ما فيش باقي فرق بين الفقير والغني والشمال والجنوب والشرق وكذا. وكذلك في هذا الشيء اللي كاين اليوم اللي تيهدد الامن الغذائي وتيهدد التماسك الاجتماعي وتيهدد الصدق الجماعي. لذلك حنا ضروري في اللحظات الحاسمه في اللحظات العصيبه ديال بلادنا انه نكونوا ذكاء، يعني نمثلوا الذكاء الجماعي، نمثلوا يعني القوه الواحده، لانه الى ربحنا راه تتربح بلادنا وتتربح معنا الاجيال المقبله. لذلك هذا الشعار هذا هذه هي اسباب ماشي غير الناس اللي تيكتبوا تيخطفوا كذا واش قال لهم او لا شي واحد تيقولوا كما بطبيعة الحال. حنا كذلك في الإقليم ما يمكنش نغفلوا الدستور، فالمؤسسة ديال العامل مكنها الدستور من وظائف مهمة على المستوى التنموي على المستوى الاجتماعي كذلك. لذلك ضروري أنه نكون جسم واحد، لأنه بلادنا محتاجة لجميع الإرادات، وكما دائما تنقول أنه حتى واحد ما غاديش يضوي البلاد بوحده. لذلك اليوم حنا تندعموا الحكومة وتندعموا يعني القرار ديال هذا، لا يعني انه لا ننتقدها من مواقع مختلفة، ولكن اليوم محتاج لنا الوقت انه نكون فعلا يد واحدة الوزراء ديالنا وتنتقدوهم. ولكن ملي تنخرجوا من صالة ديال الاجتماع وديال النقاش تنمشيو نخدموا، ماشي تنبكيو، ماشي تنتشكاو، كل واحد تيشمر على السواعد ديالو باش يقدم اقصى ما يمكن انه يقدمه لبلادو، ومن خلال بلادو راه كاين ولادو، كاين احفادو، كاين منطقته، كاين دوارو، كاين خيمته الى اخره. هذه هي الفلسفه اللي تتحكمنا، وهذا هو النشئه اللي بغينا انه نربيو عليها اولادنا ونربيو عليها حسب في المؤسسات اللي تنشتغلوا فيها، خصوصا حنا تنشتغلوا اليوم في المؤسسه الحزبيه وكذلك في الجماعات، انه نتعاملوا او نتعاونوا نكونوا جسد واحد. كذلك نحن ما تيحرجناش انه ندعموا كذلك القطاعات المثاليه الاخرى، ولو اننا ماشي ما فيهاش، لانه حنا بالنسبه لنا تنعتبروا انه خص يكون الانسجام الحكومي ونعطيو درس قوي، ماشي بحال الحكومات السابقه حزب داخل الحكومه يشرق والحزب الاخر نفس القانون هذا تيسوط عليه هذا ما تيسوطش عليه. حنا بالنسبه لنا مقتنعين انه خص يكون الانسجام، وان نصرفوا بالدستور، وان نكون عند حسن الظن ديال البرلمان وديال الثقه ديال جلاله الملك اللي وضع في الحكومه. اذا كان عندنا شي مشكل ماشي غنجلسوا باش تدعوا بالعسل ديال الحكومه وعلى برا ونهار السبت والحد ولا في الايام الاخرى نتمتعوا بالشرف ديال المعارضه. حنا يعني قد فهمنا قد زرعنا. لذلك هذه هي اسباب اللي جعلتنا انه نختاروا هذا الشعار في هذه الظرفيه هذه، وما غاديش نخجل نعاود نقول بلي انه الاقليم تطور بشكل كبير. راه حنا عشنا قبل 97 وعرفنا الحجم ديال الخصائص اللي كان في الضوء في الماء في الطرقان في اللي قلتيها،
كاين اليوم غادي نكونوا جاحدين الا ما قلناش بلي انه راه بفضل التضافر ديال المجهود الجماعي اللي فيه الجمعيات اللي فيه النقابات اللي فيه الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين يعني تنسيق كامل مع السلطات المحليه والاقليميه باش نقولها التكست وعاد المؤسسات الاخرى وعاد السلطات العموميه الاخرى من الصحه من التعليم لانه هذه بلادنا يعني هذه لوحه هذه ملحمه خصنا كلنا نسمعوها. اذا بالنسبه لنا انه غنستمروا في المجهود النووي اللي دار في الاقليم وما زال مستمرا لانه ماشي غادي نقولها غير هكا في الفم لانه الواقع هو الشاهد على هذا التطور. صحيح باقي كدير انه مستمره الحياه من طبيعه الحال الديمومه ديال السياسات العموميه هي من طبيعتها ومن اختصاصها هو انها مستمره في الزمن وفي المكان لانه كاين عاجيات كاين مدخلات تتبع مخرجات من بعد مدخل بمعنى انه راه كاين العمليه مستمره في الزمان وفي المكان وحتى واحد ما يمكن انه يقول صافي راه وصلنا ولا راه قطعنا الواد ونشفوا جينا عمل كبير تيتسنى ولكن غادي نشهدوا بانه كاين عمل كبير تيدار ومن طبيعه الحال دور كبير تيعود فيه السلطات الاقليميه والسلطات المحليه وجميع الفاعلين المتدخلين في العمليه التنمويه في السياسات العموميه سواء يعني الوطنيه او الترابيه.